بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أنا سعيد جدا باش نبارك لكم هذا الشهر الكريم، رمضان كريم عليكم، وكل عام وأنتم بخير، ونهني نفسي ونهنئكم كذلك بحسن استقبالكم لألبومي الجديد يا فارج. و لا يسعني إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى أولا على تفضله بأن من علي بأن أمدح حبيبه وأثني عليه. يا رب يكون ألبوم في يزيد في شوق الناس وفي محبتهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ونكون ممن يدعون إلى الخير ويدعون إلى ما يجمع الناس على الله سبحانه وتعالى. شكرا على تعليقاتكم وشكرا على دعواتكم، وإن شاء الله بها نكمل إن شاء الله ما بقي في عمرنا إن شاء الله، ونصرفه في طاعة الله ومحبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده عبده يغفر ويرحم. وأنت نعم المعين، وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك، يعم دنيا ودين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا كاشف الغم، يا كاشف الغم، يا من لعبده عبده يغفر ويرحم. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلا لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب،
واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المهدي. يا فارج يا شفاء، يا كاشف يا لمعبي، يا من لعبي، يا كاشف الغم، يا فارج يا من لعبدي عبدي يغفر ويغفر.